زرتها في الأسبوع الماضي وأشكر الحفاوة التي استقبلني فيها الشعب هناك. في هذا الجزء من الكلمة سأتطرق إلى الجريمة التي ارتكبت بالقنصلية السعودية في إسطنبول والتي استهدفت الصحفي جمال خاشقجي. سيكون هناك إعلان عن بعض التفاصيل. أولا أتمنى من الله الرحمة لجمال خاشقجي وأيضا أعزي خطيبته وأسرته والشعب السعودي والصحفيين بهذا الفقيد. وأريد أن أذكر بعضا من التفاصيل لهذه الحادثة. جمال خاشقجي في 28 من سبتمبر في الساعة 11:50 زار القنصلية السعودية في إسطنبول، وفي هذه الزيارة يتبين أن تم إخبار الفريق الذي قام باغتياله بهذه الزيارة. بعض من الموظفين القنصلية ذهبوا بشكل سريع إلى السعودية وقاموا بالتحضيرات لهذه الجريمة. في يوم الأول من أكتوبر في الساعة 9 قبل يوم من الجريمة، في الساعة 4:30 فريق أتى من السعودية وانتقل أولا إلى الأوتيل، وبعدها ذهب إلى القنصلية، وبعدها أيضا فريق آخر أتى بطائرة خاصة إلى تركيا وذهب إلى غابات بلغراد في إسطنبول وقام بعملية تفتيش في المنطقة. أيضا بعدها فريق آخر أتى إلى إسطنبول بطائرة تابعة للخطوط الطيران السعودية. أيضا هؤلاء انتقلوا إلى فندق وبعدها انتقلوا إلى القنصلية. إذن 15 شخصا انتقلوا إلى تركيا بين ساعات مختلفة والتقوا في القنصلية السعودية في إسطنبول. أولا تم خلع هارد ديسك من الكاميرات التسجيل الداخلية، وبعدها تم الاتصال بجمال خاشقجي ليتم التأكيد الموعد. وبعدها خاشقجي انتقل من لندن إلى تركيا إلى إسطنبول ودخل القنصلية في الساعة 1:50. طبعا خطيبته كانت معه، وبعد هذه الساعة انقطعت الأخبار عن خاشقجي. في المساء في الساعة 55 خطيبة خاشقجي أبلغت السلطات التركية بقلقها عن مصير خاشقجي وأنه دخل القنصلية ولم يخرج وأنها تخشى بأنه حدث مكروه عليه. وبعدها قوات الأمن التركية بدأت تحقيقا في هذا الموضوع، وبعدها تم البحث في كاميرات المراقبة في ذلك المكان، وتم التأكد من أن من دخول خاشقجي إلى القنصلية وعدم خروجه. ووفقا لاتفاقية فيينا، أعتقد بأن الآن باتت هذه الاتفاقية على المحك، والسيدة موغريني تحدثت عن ضرورة نقاش مضمون هذه الاتفاقية التي تحرم وتمنع السلطات المحلية من التحقيق مع الموظفين القنصلية. وبعد ذلك تم تكليف المدعي العام في التحقيق، ومع
كشف السلال عن بعض التفاصيل في التحقيق قبل يوم واحد من الجريمة تم التأكد من انتقال 15 شخصا متكونين من أعضاء مخابرات وأطباء عدليين وأشخاص آخرين أتوا إلى تركيا في طائرات عادية وبطائرات خاصة. وبعد ذلك وبعد الجريمة تم أيضا نقل الشخص يشبه جمال خاشقجي الذي أيضا تم تكليفه بالقيام بدور خاشقجي وهو خارج من القنصلية. وأيضا السلطات السعودية في الرابع من أكتوبر رفضت رفضا باتا أنه هناك جريمة قتل خلالها جمال خاشقجي، واستدعوا مراسل رويترز إلى الداخل وقدموا له صورا وفتحوا بعض الخزانات، وأيضا بشكل مستمر قاموا بهذه الحركة ليثبتوا أن لا يوجد جريمة في الموقع. في هذا الإطار سواء قوات الأمن التركية سواء المدعي العام قاموا بالاستمرار في البحث والتفتيش في القضية وحصلوا على وثائق وأدلة جديدة، و قاموا أيضا بمشاركة الجهات المعنية بهذه التحقيقات والتفتيشات. أيضا زارت تركيا هيئة مكونة من مسؤولين سعوديين إلى تركيا، و قالوا بأن السعودية ستسمح وتفتح أبواب القنصلية أمام التفتيش التركي. أريد أن أؤكد على ضرورة استجابة لبعض الأسئلة، وهي أن هذه الحادثة جرت في إسطنبول ونحن في مقام السؤال والمسؤولية، ولذلك المساءلة شيء طبيعي. وعندما بدأت الستارة تسدل عن هذه الجريمة بدأ مواقف يجب أن نتخذها وفقا لضمائرنا ووفقا لما يلزمه القانون، ونحن دائما أولينا اهتماما بهذا الموضوع. ويوم 14 أكتوبر أجريت أول اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقدمت إليه المعلومات وفق المؤشرات الأولية، وأنه كذلك وقد عبرنا عن قرارنا المشترك بتشكيل فريق عمل مشترك، وكنت قد تلقيته وتحدثت حوله عند استقبال الوفد الخاص الذي أرسله الملك. وبعد ذلك كما تعلمون أن القنصل العام قبل ذلك لم يسمح بذلك، بل أنا ذكرت أيضا لهذا الوفد الذي قدم من السعودية بأنه لا يتحلى بالكفاءة في واقع الأمر، وأنه يعني وذكرت الشيء نفسه للملك سلمان أثناء مكالمتي الهاتفية به. وبعده بيوم تم عزل
يعزل القنصل من منصبه، وإن القنصل العام رجع إلى بلده. ويوم 18 أكتوبر تم إجراء بحثين مرة أخرى في مبنى القنصلية، وفي 19 أكتوبر أي بعد مرور 17 يوم من وقوع جريمة القطر، فإن إدارة المملكة العربية السعودية أكدت بصفة رسمية مقتل جمال خاشقجي في مبنى القنصلية العامة، وذكروا بأنه تعرض للقتل خلال شجار وقع في مبنى القنصلية. وطبعا نحن في نفس الليلة تحدثت مع الملك سلمان بن عبد العزيز في مكالمة هاتفية مرة أخرى، وبلغني بأن 18 شخصا مشتبه بهم تم إلقاء القبض عليهم لتورطهم في القضية. وبعد وصولنا على قائمة 18 شخص وجدنا بأن أنهم 15 أصلا هؤلاء الذين جاءوا إلى إسطنبول، وثلاثة أشخاص هم موظفون في القنصلية. وإن هذه التطورات كانت مهمة جدا من حيث التأكيد على وقوع الجريمة من قبل المملكة العربية السعودية، وأنا أيضا أجريت اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب يوم 21 أكتوبر، واتفقنا على بذل الجهود من أجل الكشف الغموض عن ملابسات القضية. ونحن قد أدرنا هذه المرحلة بناء على جدية الدولة وتمسكا بالمبادئ الدولية والقانون ووفق قانوننا الوطني، قوانيننا الوطنية أيضا. ونحن نعلم أننا خلال ذلك تعرضنا لحملة شرسة أيضا إعلاميا ضدنا، ونحن نعلم الجهات التي كانت تشن هذه الحملات، وهذه المحاولات في واقع الأمر لن تحجبنا عن عزمنا في البحث عن الحقائق، ولن تحجبنا ولن تمنعنا من ذلك. وقبل كل شيء، إن جريمة القتل هذه وإن كانت قد وقعت في مبنى القنصلية الذي يعتبر ترابا للمملكة العربية السعودية، ولكن لا ننسى أن هذا المبنى واقع داخل حدود الجمهورية التركية، كما أن معاهدة فيينا والقانون والقوانين الدولية لا تسمح بمنع إجراء تحقيق في جريمة وحشية مثل ذلك تحت قسوة وتحت مبرر الحصانة الدبلوماسية. ونحن سنقوم بما يتوجب علينا في هذا المنوال، وسنقوم بالتحقيقات اللازمة. ومن ناحية أخرى، لا ننسى أن جمال خاشقجي إلى جانب كونه مواطنا سعوديا هو صحفي عالمي معروف وقد اشتهر عالميا، وهذا ما يحتم علينا مسؤولية حيال هذه القضية. ونحن أيضا في تركيا سنتابع هذه القضية نظرا لأنها أصبحت أيضا قضية وجدانية وإنسانية مشتركة في العالم. وإلى حد الآن أكدت الأدلة والبراهين والمؤشرات أن جمال خاشقجي قد قتل بشكل وحشي، وإن هذه الوحشية ستلحق ضررا كبيرا بضمير الإنسانية وستجرح ضمير الإنسانية بشكل بالغ. أيها الأعزاء الكرام، فإن إدارة المملكة العربية السعودية قد اتخذت خطوة مهمة مع
التأكيد على وقوع جريمة القتل. وبعد ذلك الآن نطالبها أيضا بالسعي إلى الكشف عن كافة المتورطين في هذه القضية من أسفل السلم إلى أعلى، وأن هذه الجريمة ما كانت نتيجة حدث عفوي بل كان مخطط لها، ونمتلك أدلة قوية تثبت ذلك. ووفقا للمعلومات وفي ضوء المعلومات الموجودة، هناك جملة من الأسئلة تشغل بال الجميع: لماذا هؤلاء الأشخاص 15 تجمعوا في مدينة إسطنبول يوم ارتكاب الجريمة؟ نحن نريد جوابا لهذا السؤال. وهؤلاء لماذا أتوا إلى هناك وبناء على تلقي تعليمات ممن؟ ولماذا فتحوا مبنى القنصلية للتحقيق والبحث والدراسة ليس بعد الحادث وإنما بعد مرور أيام عديدة؟ ولماذا تم الإدلاء بتصريحات متناقضة حول جريمة القتل؟ ولماذا لم يتم الكشف على جثة هذا الشخص المقتول إلى يومنا هذا؟ وهناك ادعى بأنه قد تم تسليم الجثة إلى متعاون محلي. أنا أسأل، من هذا المتعاون المحلي؟ لأن لا يتحدث عن هذا المتعاون أي شخص، وإنما يقول شخص مسؤول في المملكة العربية السعودية. إذا كنتم تقولون فإنكم يجب أن تذكروا من هذا المتعاون المحلي. لا أحد لا يفكرن بأنه يمكن كتم الموضوع وغلق الملف دون الإجابة على هذه الأسئلة. وإن بعض المعلومات المتوفرة لدى أجهزة الأمن والاستخبارات والتي تحت التقييم تؤكد على أن هذه القضية كانت مخططة، ولا شك أن كل هذه الجزئيات ستكون مدرجة ضمن ملف التحقيق. وإن محاولة إلقاء الذنوب على عدد من رجال الأمن والمخابرات سيكون مطمئنا لنا ولا للمجتمع الدولي، ولا شك أن الضمير الإنساني سيكون مطمئنا عندما يتم الكشف عن جميع الملابسات. ولا شك أنني لا أشك في مصداقية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصدقه، ولا شك لابد من إجراء تحقيق شامل من قبل وفد محايد وموضوعي وعدلي أيضا. وإن كان هذه جريمة فلا بد أيضا أن يتم البحث عن الشركاء الموجودين في سائر الدول الأجنبية أيضا والمشاركين في هذه الجريمة. وأعتقد هذا ما يقتضيه القانون الدولي وكذلك الشريعة الإسلامية وأيضا قوانين المملكة العربية السعودية. ونحن فقط هنا نريد أن نقوم بما يقتضيه القانون. وأنا أناشد من هنا، ومناشدتي هي، وأنا أناشد إدارة المملكة العربية السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، فإن هذه الجريمة جرت في مدينة إسطنبول، فإن
أنا أقترح بأن تتم مقاضاة 18 شخص المتهمين، أي 15 زائد 3 في مدينة إسطنبول، والتقدير يعود إليهم، ولكن هذا مقترحي لأن الأمر جرى في مدينة إسطنبول. الإخوة الأعزاء، هناك موضوع آخر في جدول أعمالنا، هو الموضوع المثار حول العفو عن السجناء، وكذلك موضوع الحلف.